السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التجارة المصرية تصدر قرارا بوقف تصدير الزيوت والذرة والفريك لمدة 4 أشهر. أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع نشره بالوقائع المصرية. وقالت الوزيرة أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة. جديرا بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت منذ يومين قرارا بوقف تصدير الفول والحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.